بكم في مال وأعمال. أنا دينا سالم. ضيفي الليلة هو الدكتور مدحت نافع، طبعا رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وسنتحدث معه عن الموازنة التقديرية للشركة في العام المالي الحالي، خاصة بعد إقرارها من الجمعية العمومية، وسنتحدث بالتأكيد عن رؤيته لبرنامج الطروحات الحكومية. أهلا وسهلا بحضرتك يا أهلا دكتور. بحضرتك يا فندم. اسمح لنا في البداية نخرج لفاصل قصير جدا ثم نبدأ هذا الحوار. أهلا بكم من جديد، وأجدد التحية بضيفي الدكتور مدحت نافع. أهلا وسهلا يا دكتور، أهلا وشكرا بيك، على استضافتنا في مكتبكم. مشرفنا مشرفنا. خلينا نبدأ بأبرز التطورات التي حدثت في الشركة منذ بداية توليك لهذا المنصب الهام. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم، دايما بتشرفونا في كل لقاء بنراكم فيه. الحقيقة بفضل دايما أقول إن العمل متواصل، يعني ما أحبش أبدا أعمل فاصل تاريخي بين انضمامي للفريق العمل المتميز جدا في الشركة وبين أداء تم يعني تصديره للرأي العام بشكل الحمد لله نفخر به جميعا. لكن حقيقة الأمر خلال الفترة الماضية وخلال يمكن العام ونصف الماضيين حصل أو العام ونصف الماضي حصل يعني تطورات هامة جدا على صعيد الأداء الاستثماري للشركات التابعة، على صعيد الهيكلة المالية، على صعيد عمليات التعامل مع وزارة المالية على سبيل المثال وتمويل الموازنة العامة. كان في تطورات كثيرة جدا يمكن حضراتكم كنتوا ساعدتونا بمتابعتها وب يعني تغطيتها. الأهم ما يمكن أن يقال هو أن احنا بدأنا نضع الشركات وفقا لتصنيفها المختلف، شركات شديدة التعثر، شركات متعثرة، شركات لديها فرص كثيرة جدا للانطلاق، شركات منطلقة وتحتاج إلى صيانة في انطلاقها. هذا التصنيف كله رعيناه بشكل أو بآخر في وضع استراتيجيتنا العامة. الآن الشركات شديدة التعثر وضعت على الطريق الصحيح، هناك عملية تكنيكال اوديتنج أو مراجعة فنية تمت من قبل شركة RCG السويسرية لعمل مراجعة فنية لأربع شركات من الشركات الأكثر تعثرا ووضعت لها روشتة للانطلاق. الشركات التي تعاني من مشكلات معينة ومخاطر معينة تم رصد مخاطرها وبنتعامل معها كلنا على حد. على سبيل المثال أهم المخاطر التي نواجهها الآن تقلبات أسعار الطاقة خاصة الكهرباء. وحضرتك عارفة ان احنا شركة مصر الالومنيوم وهي الشركة الاكبر وهي يعني تاج او يعني جوهرة التاج للمجموعة بتاعتنا بتعاني من ضربات متتالية في ارتفاعات اسعار الكهرباء، وكان لابد من عدم التعامل مع الامر باعتباره يعني كارثة مطبقة، وانما
هو خطر او من المخاطر التي يجب ان نتعامل معها بالهيدجنج بالتحوط. وبالفعل هناك اجراءات جاده يمكن يجي الوقت ان احنا نتكلم عنها في اللقاء من اجل التعامل مع هذا النوع من المخاطر. النقطة دي مهمة جدا، بالذات انه زي ما حضرتك وصفت شركة الالومنيوم هي درة التاج لديكم، وسنحاول ان نتعرف على الطرق المبتكرة التي ربما تطبقونها في مسألة توفير الطاقة، توفير الكهرباء. طيب صافي الربح الخاص بالشركة في الموازنة المستقلة كان 1,121,000,000 جنيه، ده عن العام المالي 19-20. يعني هل حضرتك بتشوف انه هذا الرقم يعني مناسب لتوقعاتكم ويأتي وفقا للمستهدف؟ بالتأكيد هذا رقم متحفظ طبعا، لأن احنا للأسف الشديد يعني إذا كنا بنبني موازنة على موازنة أو تقديرات موازنة مستقلة على موازنات تابعة، فكان لابد أن يكون هذا الرقم حوالي 1.5 مليار. لكن لأننا نتبع المعيار، أو الشركة الوحيدة في قطاع الأعمال العامة التي وافقت هذا المعيار مع الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو معيار الكاش وليس معيار المستحق أو الاستحقاق. المعيار النقدي ده بيخلينا ما ناخدش او ما ندخلش في الحساب بتاعنا الختامي او في المركز المالي ما لم يتم اقراره قبل 30/6 زي ما حضرتك عارف. وبالتالي كل اللي هتقره الشركات مثلا التابعه في 30/9 او يعني حتى الاسبوع الاول من شهر 10 القادم لن يدخل في حسابنا. دايما الشركات القابضه بتفتح الميزانيات بتاعتها وتنتظر الى ان تغلق الشركات التابعه حسابها الختامي وتدخله في السنه. لا، احنا اللي هيتم اقراره او اللي داخل معانا لحد 30/6 ده اوريدي هو ما تم دخوله بالفعل وتم اقراره بالفعل قبل 30/6. وبالتالي نحن نستطيع ان نقول بمنتهى الاريحيه ان 30/6/2019 الشركه القابضه للصناعات المعدنيه، وده يمكن اكسكلوسيف لحضرتك، ستحقق ما يقرب من 1,400,000,000. رائعه بالفعل. وبالتالي الموازنه بتاعتنا اصبحت شبه معلومة، أو يعني إحنا نقدر نتصور الموازنة 19-20 اللي دخلنا فيها. أصبح هناك قدر عالي من الشفافية ومعرفة كل العناصر يعني. بالتأكيد الشركات خلاص يعني هتقفل موازناتها وهتقفل حساباتها الختامية على شهر 9 القادم، فإحنا عارفين وخلاص انتهت يعني أدائها أو نشاطها انتهى عند 30/6، اقترب 30/6، فإحنا عارفين كل شركة هتحقق إيه. الأزمة الكبيرة اللي خلتنا ننزل بتقديراتنا من حوالي بالنسبة ل 19-20 من حوالي 1,500,000,000 أو 1,400,000,000 كنا في البداية في بداية إعداد الموازنة رايحين لها إلى 1,100,000,000 وشوية، هو المصروفات. يعني الإيرادات لو حضرتك لاحظتي في الموازنة زادت عما تم تحقيقه فعلا 17-18 بحوالي 25%. الإيرادات وصلت حوالي 28.5 مليار مقارنة ب 22 مليار. المشكلة فين؟ في المصروفات. الجانب الأكبر من المصروفات كما سبق أن ذكرنا الكهرباء والغاز، لكن الكهرباء طبعا نصيب الأسد. الأمر الآخر هو لسوء الحظ أن أسعار المعادن في البورصات العالمية في انخفاض شديد، خاصة مع معدن الألمونيوم والفيروسيليكون، وإحنا الشركات القاطرة الشركات محدودة. يعني بنتكلم على الألمونيوم، بنتكلم على السبائك الحدية، بنتكلم على كوكو نصر التعدين. أوفرهم حظا كان النصر للتعدين، متوقع يزيد أرباحه، متوقع إن شاء الله أن احنا ننطلق به في الموازنة إلى أكثر من 600 مليون، ويحقق في هذا العام أكثر من 400 مليون. رائع. ماذا عن الأرباح المجمعة؟ المجمعة احنا بنتكلم على تقريبا 850 أو 862 مليون ده في الموازنة المجمعة. كنا نفضل طبعا ان او يعني كنا نطوق الى ان تكون يعني اكثر من هذا، لان زي ما حضرتك عارفه السنه اللي فاتت شركاتنا كمحفظه كامله عملت اكثر من 2 مليار 2.4 مليار. اللي حصل السنه اللي فاتت الحقيقه كان مدفوع بشكل كبير جدا بان فاتوره الكهرباء بالنسبه للالومنيوم تحديدا لم تؤثر على ارباحها. الارباح الالومنيوم السنه اللي فاتت كانت تزيد عن 2.5 مليار، السنه دي كان متوقع لها تبقى 3 لو استمرت بنفس اسعار الكهرباء الماضيه، كان متوقع انها تصل الى 3.3 مليار جنيه. لكن طبعا التقديرات خلتنا نروح في الموازنه الى خسائر اكثر من 300 مليون. عدلت هذه الخسائر والحمد لله بعد الجهود الكبيره التي صنعناها مع الحكومه والتي حدت بوزاره الكهرباء الى ان تتفهم والا يكون الارتفاع في الكهرباء بنسبة 20% وإنما 10% فقط. دكتور مدحت، نريد أن نركز على شركة الألومنيوم ومسألة الكهرباء. يعني
اشرح لنا أكثر يعني عوامل المشكلة وكيف تخططون عندما تزيد أسعار الكهرباء في المستقبل؟ الحقيقه سوء الحظ في مصر الالومنيوم هو انها يتم يعني انها تضرب من جبهتين. الجبهه الاولى هي الكهرباء التي وصل تقريبا نسبه يعني مساهمتها في التكاليف حوالي 40% من تكلفه انتاج الطن. الامر الاخر هو سعر المعدن. سعر المعدن الان في ادنى مستوياته عالميا، احنا بنقترب من 1700 دولار وده يعتبر في البوتوم بالنسبه بلغه البورصه بتاعتنا. احنا كنا وصلنا في فتره من الفترات طبعا الافرج فوق ال 2100 دولار، لكن في بعض الاغلاقات او الاقفالات لبعض الايام في البورصه كانت بتزيد عن ال 2300 دولار. فتخيلي حضرتك الفجوه عامله ازاي؟ تقريبا 50%. تمام، مع الابريشيشن كمان بتاع سعر مع بتاع العمله المحليه، ده بيضرنا احنا لان احنا شركه مصدره. فالحمد لله طبعا للاقتصاد يعني ان الجنيه بيتقوى، لكن ده ايضا بيكون ليه اثر سلبي على الشركات المصدره نسبيا يعني. نزود مع ده بقى ارتفاعات سعر الكهرباء. القرش ساغل واحد زي ما اتفقنا قبل كده بيكلفني 50 مليون جنيه اخر السنه. قرش ساغل. حضرتك تتخيلي لما يكون المكون في الألمونيوم حوالي 40% كهرباء، واحنا اتفقنا قبل كده ان ده مش مصدر للطاقة وانما مدخل من مدخلات انتاج الألمونيوم. فده معناها ان انا وانا بصدر تقريبا 60% من انتاجي ان انا بصدر كهرباء. وده من خطة الدولة اللي بتتكلم عنه، بس بصدره بقيمة مضافة، ما بصدرش كهرباء خام، بصدره بقيمة مضافة. مما يعني ان شركة مصر الألمونيوم بتأدي عمل مهم جدا في الاقتصاد القومي وليس فقط اشباع الاحتياجات المحلية اللي ملناش بديل عنها. ما فيش شركة اخرى بتقوم بتصنيع الخام الالومنيوم. كيف تكون الكهرباء مدخل في صناعة الالومنيوم لمن لا يعرف هذا الامر وانا منهم؟ هي خلايا يعني خلايا من الكاثود والانود. الكهرباء اللي بتفوت بينهم هي اللي بتعمل الالومنيوم. فهي القصة كلها يعني العملية الانتاجية نفسها قائمة على الكهرباء. ولذلك كنا نتنظر ببعض الذين يعني لا يعرفون سر الصناعة ولكنهم في مراكز كانت تسمح لهم في عهد من العهود التي لا نريد أن نذكرها يعني كان يقول سنحول مصر الألمونيوم إلى الاستهلاك الغاز. وطبعا ده كان بيتنظر به العمال حتى هذه اللحظة. طيب هل تبقى هذه الشركة مربحة حتى ونحن نتوقع زيادات في الكهرباء مستقبلا وهذا ضمن خطة الدولة؟ التوقع بالزيادة 10% فقط جعلنا نعيد دراسة التصورات الموازنة والتقديرات الموازنة وجعلها يعني تحقق صافي أرباح يزيد قليلا عن 100 مليون عوضا عن خسارة أكثر من 350 مليون. ده طبعا بلغة الاقتصاد أيضا في حال ثبات العوامل الأخرى. يعني العوامل الأخرى دي من ضمنها أن احنا كنا متوقعين شيء من التفاؤل في سعر المعدن أنه هيطلع المتوسط يزيد قليلا عن 2000 دولار. وده كان طبيعي بعد النزلة اللي احنا نزلناها. لكن لو استمر المعدن عند المستويات المنخفضة دي هيبقى من المستبعد أن احنا نحقق الأرقام دي. ألا يستحق أنه الدولة تبقي على أسعار الكهرباء بالنسبة لكم في حدود متدنية، ولا هذا يعني يتناقض مع التوجه الأكبر للدولة في رفع الدعم تدريجيا عن حاليا استهلاكنا للجهد الفائق؟ ما نقدرش نقول ان احنا مدعومين، وانما الصناعات اللي بتستخدم الجهد الفائق الى حد ما بتدفع شيء من الدعم للريزيدنشال للهاوس هولد للسكني، دعم خفي نسبي، لكن احنا حاليا هي محرر حاليا وقبل الزياده تعتبر محررة يعني بتغطي تكاليفنا، وهو ده بيغطي تكاليفنا وزيادة شوية كمان. ولذلك لذلك كنا نأمل ان احنا نحافظ على هذا المستوى. اعتقد ان شاء الله حينما تستقر الشبكة ويستقر عملية التوزيع الاعباء والجهود باللغتين سواء الجهود الكهرباء او الجهود المادية، اعتقد ان النظرة للصناعة والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ستختلف في الفترة القادمة، لان احنا ما عندناش فرصة ان احنا ننافس حتى مع المشروعات الطموح اللي احنا بنعملها دلوقتي. احنا عايزين نعمل طاقة بالطاقة شمسية قد تغطي ان شاء الله من 15 الى 30% من استهلاكنا الحالي، لكن تحول دون النظر الى التوسعات. يعني احنا هنعيد النظر في ان احنا نتوسع
ونبتدي نفكر في الإحلال، لأن التوسع ده معناه إن أنا هزود كمان استهلاك الطاقة. ففي ظل هذه الشروط والظروف، عملية التوسع نفسها محتاجة إن احنا توري كونسيدر، محتاجين نفكر فيها بعمق أكبر. بالفعل احنا اما اتقابلنا في بدايه عمل حضرتك مع الشركه القابضه كنا بنتحدث عن المشروعات المبتكره لانتاج الطاقه او انتاج الكهرباء. صحيح. اذا هذا الامر يعاد النظر فيه. لا في التوسع على الاقل. لا التوسع اقصد به التوسع في انتاج الالومنيوم. لكن في الطاقه بالعكس احنا متوسعين جدا في تصورنا لانتاج الطاقه وطموحين جدا. بنتكلم على مساحه تقدر ب 12 كيلو متر في صحراء الهو في الجنوب، ومن اكثر المناطق سطوعا، درست بشكل جيد جدا. رائع. اصبحت الان سهل جدا تخصيصها، وستطرح على المطورين. حاليا احنا طرحين مناقصه، لكن المطورين في انتظار بعض الجايد لاينز، بعض اللي بنسميها الهيد اوف تيربس اللي احنا هنزودهم بيها في اطار التعاون مع وزاره الكهرباء، ثم ننتظر ان شاء الله ان يبقى في عروض لانشاء محطه. احنا هنشتري كهرباء، يعني احنا غير معنيين بشكل وطبيعه المحطه الشمسيه، لكن المعنيين بيه هنشتري طاقه بكام. اتفاقيه من هذا النوع بهذا الحجم كمان بتتعمل لاول مره، ولذلك احنا بنعملها عن قرب بتنسيق مهم جدا مع السيد وزير الكهرباء ورجل متعاون جدا، ومع طاقم الوزاره ومع هيئه الطاقه المتجدده دكتور محمد خياط. ممتاز. وهتكون الطاقه المنتجه من هذه المحطات قد ايه تقريبا؟ يعني احنا بنتكلم على من 300 الى 600 ميجا وات. ليه بنتكلم على فرق كبير كده؟ لان انا يهمني حتى لو هعملها على مراحل ان 300 ميجا وات تغطي لي بالنسبه للطاقه الشمسيه تغطي لي 15% من استهلاكي، لان 8 ساعات سطوع. 600 تغطي لي 30% من استهلاكي الحالي. ممتاز. واستهلاكي الحالي عشان انتج 320 الف كيلو الف طن عفوا سنويا، وليس طبعا 570 اللي كنا هنروح لها. نعود مرة أخرى للمؤشرات المالية، وطبعا نحب نعرف من حضرتك مستهدفات الإيرادات في الموازنة. الايرادات زي ما قلت لحضرتك احنا بنتكلم على ايرادات بالنسبه طبعا المستقله يعني مش معنيين بيها قوي، لكن ولو انها هي الاكثر اشراقا، لكن الايرادات بالنسبه للمجمعه للشركات التابعه حوالي 28.5 مليار جنيه. لكن البريك داون او التقسيمه الخاصه بكل شركه، مين هيكون ليه نصيب الاسد على حد تعبيرك في الايرادات؟ ما هو في الايرادات هتظل برضه لا وهتظل الالومنيوم في الالومنيوم هتظل طبعا الاكبر، هي هتفرق معاها في للاسف في الارباح، لان الايرادات نفسها كبيره جدا بالنسبه للالومنيوم. النسبه والصادرات كذلك نصيب الالومنيوم ما زال الاكبر، احنا بنصدر بحوالي 700 مليون دولار، ما زال الالومنيوم بتحتل فيها النسبه الاكبر، لكن المصروفات هي اللي عامله الازمه بالنسبه للشركات. طيب خلينا نعرف من حضرتك إذا عدنا مرة أخرى لشركة الألومنيوم، وهذا طبعا يرتبط ببرنامج الطروحات الحكومية، هي من أكثر الشركات اللي عليها العين زي ما بيقولوا في هذا البرنامج، إيه الجديد؟ بالنسبة للطروحات يعني الشركة زي ما حضرتك عارفة ده ملك لوزارة المالية، فوزارة المالية هي التي تضع الخطة العامة لعملية الطرح. الآن الشركة من الشركات اللي فيها يعني فري فلوت لا بأس به، مطروح منها أكثر من 11% في السوق، ممكن أن تطرح حصة أخرى، لكن عادة في ظل يعني لما بيكون عندي uncertainty بيبقى عندي شيء من عدم اليقين في بعض الأمور، خاصة مكون الكهرباء اللي بنتكلم عنه ده الفترة اللي فاتت، يمكن يكون من الأنسب إن احنا كنا نأجلها وبالفعل أجلت كمرحلة لاحقة في الطرح. لكن هناك شركات كثيرة معدة للطرح، هناك شركات حتى لم يرد ذكرها لكنها الآن أصبحت جاهزة للطرح، زي زجاج والبلور اللي كنا بنحتفل بيها بقائدها ورائدها محمد بيك ياسين منذ أيام. احنا تم رفع يعني إعادة هيكلتها المالية لرفع رأس مالها ل 100 مليون بدل 30، تم الاستحواذ عليها بالكامل من بنك الاستثمار القومي، وتم ضخ حوالي 300 مليون فيها في خط إنتاج جديد للزجاج المنقوش، بتصدر 60% من إنتاجها، شركة واعدة بكل المقاييس، وصناعة الزجاج من أهم الصناعات، بنفكر ندخل فيها خط سكيوريت كمان. هايل. سنستكمل الحديث عن الشركات التابعة بكل تأكيد والنجاحات التي تحققت، نتوقف عند هذه النقطة دكتور مدحت نافع ونواصل بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا في مال وأعمال لمتابعة تفاصيل أكثر عن أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية بعد لحظاتكم. مشاهدينا
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى في مال وأعمال، وأجدد التحية بضيفي الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. في الجزء الأول حدثتنا عن عمل الشركة السويسرية RCG في إعادة هيكلة 4 شركات تابعة. نحب أن نعرف ما أهم ما توصلوا إليه وإلى أين ستأخذنا هذه الخطوة. الشركة السويسرية لها سجل كبير من التفوق والتميز في التعامل مع المصانع وكيفية تأهيلها ووضع آلية لتطويرها، سواء من الناحية الفنية أو الناحية التسويقية أو الناحية المالية. الشركات اللي استهدفتها هي المواسير وميتالكو والنحاس والمطروحات، هي الشركات الأكثر تعثرا في محفظتنا واللي حجمها يسمح لها بأنها تتطور بسرعة. الحقيقة حتى هذه اللحظة تقدم التقرير المبدئي في الموعد المحدد في نهاية مايو، لكن احنا اشتغلنا على هذا التقرير وطلعنا بملاحظات كتيرة، وجاري الآن استيفاء هذه الملاحظات بالتعاون مع الشركات، لدرجة ان بعض الفرق الفنية اللي نزلت ورجعت بلدها تاني نزلناهم مرة اخرى عشان اسئلة محددة وملاحظات معانا في التقرير، لاننا لا نأخذ الامر يعني بشكل روتيني وانما بتفاصيل دقيقة جدا. الآن لدينا روشتة بتكلفة لا تزيد عن 150 مليون جنيه فقط من اجل التحرك بالشركات والانطلاق بها. حضرتك عارفة الليرنينج كيرف صعب قوي انك تنتقلي من الخسائر الى الارباح. احدى الشركات بالفعل وقبل ان تدخل RCG بصمتها لاول مرة في تاريخها تضع موازنة رابحة وان شاء الله هتحقق ارباح، لان وفقا للمؤشرات هي هتحقق ارباح 18-19 وهي المطروات. لأول مرة في تاريخها يعني منذ أن أنشئت لم تحقق أرباح. فإذا هذه فرصة كبيرة جدا على منحنى التعلم أو learning curve، إن إحنا نشوف إيه اللي محتاجين نضخ فيه استثمارات بعينها، وإيه اللي محتاجين إن إحنا بطريقة اللين مانجمنت بقى والسيكس سيجما نقفل حنفيات الهدر والخسارة عشان نعظم من فرص هذه الشركات على الانطلاق. شركة المواسير المصرية لديها فرص كبيرة جدا كشركة بتشتغل في الداون ستريم بتاع الصلب، وبالتالي هي بتقوم بقيمة مضافة في مصنوعات في صناعات معينة احنا الآن بنستوردها بكميات كبيرة جدا. انا عايز اسأل حضرتك كشخص تولى مهمة إدارة شركات كبيرة ومهمة، إذا تحدثنا عن هذه الشركات الأربعة، لو مسكنا شركة على حدة، كانت إيه النقط البسيطة اللي ممكن لو تحولت أو تغيرت تحقق ربحية؟ الحقيقة معظم الشركات عندها أوجاع مشتركة. الأوجاع المشتركة هي رصيد كبير مثلا من العمالة غير المؤهلة كما ينبغي، عندها مثلا معدات متهالكة ما بيتمش تصينها بشكل دوري منذ سنوات طويلة، ودي كارثة. ليه؟ غالبا معظم ما كانش فيه سيوله، ومعظم اذا توفرت سيوله بتدفع رواتب، محدش بيبص ازاي ان هو المكنه دي هي اللي هيستدام بيها بقاء هذه الشركه. فالعمليه بتنتهي في الاخر بان يبقى عندك مثلا عشرات المكنات من السي ان سي مثلا في شركه ميتالكو غير مستغله وغير محدثه. نبتدي نبص على ايه اللي يمكن صيانه هذه الماكينات يعني بيطول عمرها وبيضمن ان الشركه تستمر. بالتاكيد، وكثيرا ما كانت هذه الشركات تتقدم بطلبات بهذا للشركات او للشركه القابضه انذاك يعني، وكان مثلا ممكن بسبب نقص السيوله كان بيرفض طلبها بسبب او لاخر. فالمساله دي بغض النظر عن البحث عن اسبابها، لكن للاسف كانت مهمه جدا وحيويه في ما وصلت اليه هذه الشركه. شركه ميتالكو على سبيل المثال شركه بتشتغل في الانشاءات المعدنيه في بلد الحقيقه بتشهد طفره كبيره جدا ونهضه كبيره جدا في الانشاءات. يعني احنا اكتر حاجه بنعملها دلوقتي ان احنا بنبني، فكيف تحقق خسائر؟ اخر ما عهد اليها به كان في الروبيكي، والشركه شهدت تعثر كبير، وكان هناك توقعات من جهاز منطقه الروبيكي ان هم مش هيخلصوا قبل 300 يوم. الحقيقه تدخلت الشركه القابضه والحمد لله بجهود المهندسين بتوعنا احنا في الشركه القابضه وبالتعاون طبعا مع بعض العناصر اللي يمكن ان تؤدي بشكل جيد داخل الشركه استطعنا ان نسلمها في خلال 30 يوم.
فالحاجات دي بنحط ايدينا عليها تباعا يعني، واحنا ماشيين بنشوف ازاي ان الشركه قعدت فتره طويله جدا معتمده على السب كونتراكتورز، معتمده على مقاولين من الباطن، مع شيء من التراخي في بعض الوحدات هناك، لكن الحمد لله تم التدخل سريعا والتعامل معاها وما بقاش في النوعيه دي من الناس. فده على سبيل المثال. فالشركه محتاجه سوق، شركه معاها رخصه درجه اولى، محتاجه سوق، محتاجه يتفتح لها اسواق. كانت لحد فتره قريبه بتعمل الكباري في السودان، تنشئ كباري في السودان، شركه ليها سجل كبير. الانشاءات المعدنيه اللي اتعملت في مصر، الالومنيوم اللي اتعملت في الحديد والصلب، كلها عليها بصمات ميتالكو، وقبلها ستيلكو اللي اندمجت فيها، وحاليا مندمج فيها شركه اسمها الترسانه. والترسانه بتاريخها الكبير يعني. فدي ميتالكو، فميتالكو عندها مشكله، طبعا كلهم عندهم مشكله سيوله وركينج كابيتال، ما عندهمش راس مال عام. هيبقى دورنا ان احنا نوفر لهم راس مال عامل، لكن كنا محتاجين يبقى معانا حد زي ار سي جي عشان ما يبقاش بنرمي في البلاك هول اللي اتكلمت عنها قبل كده او الثقب الاسود، نرمي فلوس وما بيجيلهاش اي عائد. دايما بيبقى في كلام عن تطوير الموارد البشريه وقد ايه هي مهمه، هل وطبعا حضرتك بخبرتك الماليه الكبيره قد ايه بيكلفنا العامل غير المدرب من خسائر؟ اشكرك على السؤال. يعني التكلفه احنا دايما ما بنشوفش غير التكلفه المباشره، ما حدش بيشوف الفرصه البديله، ما حدش بيشوف ابدا ضعف الانتاجيه. الحمد لله وفقا للارقام بتاعتنا انتاجيه العامل جنيه اجر يعني الحمد لله زادت من 7 الى 9 خلال العام الماضي، الانتاجيه بتزيد بشكل او باخر، بيقل عدد العاملين مع الخروج، مع خروج في يعني بعض كبار العاملين المعاش. طبعا مش بالضروره اللي خرج ده بيبقى فاليو ادد او يعني قيمه، بالعكس اللي خرج ده احيانا بنفقده بشكل كبير جدا، خصوصا اذا كان مؤهلا واذا كان خبره كبيره. لكن حقيقه الامر انه بيعمل شويه بالانس، بيعمل شويه توازن، لان زي ما قلت لحضرتك معظم الشركات عندها فائض عماله، معظمها مش كلها. بعض الشركات اللي ذكرتها دي ما عندهاش ازمه عماله لان معظم العماله فيها مؤقته، زي المواسير ما عندهاش ازمه في العماله، بالعكس احنا هنحتاج ان احنا قدام شويه يبقى عندنا عماله ثابته فيها. ال 150 مليون جنيه تكلفة لإصلاح العمل في الأربع شركات، ما العائد المنتظر منها بعد ذلك؟ متحدد الحقيقة بالرقم، العائد هيزيد عن يعني العائد المباشر هيزيد وفقا لما هو دائر الآن يعني هيزيد عن 500 مليون المفترض، لكن احنا كل ده بندرسه يعني احنا لسه التقارير رايحة جاية يعني، التقرير المبدئي راح وجاي أكتر من مرة، التقرير النهائي إن شاء الله متوقع إن أنا استلمه النهاردة واحنا بنتكلم دلوقتي يعني بعد ساعة من الآن هنستلم التقرير النهائي بعد وفي حضور رؤساء الشركات الأربع مع الطاقم الفني. خطة التطوير كم ستستغرق من الوقت؟ المفروض انها محطوط لها سنة الى سنة ونص، لانها الحقيقة مفروض انها اللمسات الاساسية، لكن الفيس 2 او المرحلة الثانية احنا غالبا شركة ارسي مش غالبا ان شاء الله بنتفق حاليا مع شركة ارسي جي انها تكمل معنا ككونسلتنت او يعني كمستشار في عملية التنفيذ نفسه حتى لا يعني يفرط العقد واحنا بننفذ. المرحلة الثانية بقى هتبقى مهمة جدا، في هاوس كيبنج هيتعمل، في عملية تنظيف في بعض الشركات، في شركات هتعمل لها شرينكينج لبعض انشطتها، يعني انت محتاج تجمع لانها متراميه الاطراف واراضيها وكل الاراضي دي المفروض تستغل بشكل جيد. يعني هناك شركات ليها اراضي كتير جدا على النيل، سعر المتر مثلا ممكن يكون تخيلي حضرتك يكون سعر متر صناعي او يعني بيمارس نشاط صناعي وسعر المتر ممكن يتجاوز ال 30,000، فكل ده خساره، خصوصا ان احنا عندنا اراضي اخرى كثيره جدا يمكن نقل الانشطه اليها اقل تكلفه. عندكم تقديرات بالاصول اللي ممكن يتم توجيهها لهذا المجال انها تستغل تباع وتستفيد بالفعل والوزاره قطاع الاعمال الحقيقه السيد الوزير شخصيا مهتم بملف الاراضي وبيتم التعامل معه بشكل مركزي. يعني احنا دلوقتي بالفعل طلعنا حوالي 19 قطعة أرض، المرحلة الأولى منهم انتهت وصدرت تقريبا الشهادات الصلاحية اللي بتمكننا إن احنا نغير النشاط وتمكننا إن احنا نعرضها على ديفلوبر، على مطور عقاري. كثير من الأراضي اللي طلعناها دي غير مستغلة في أماكن لا يمكن أن تستغل صناعيا، وبالتالي إعادة استغلالها مفيد للمجتمع اللي هيستغلها بشكل عقاري وتجاري، ومفيد أيضا للشركات اللي محتاجة سيولة عشان يعاد تأهيلها. دكتور مدحت نتوقف عند هذه النقطة ونواصل الحديث بعد ذلك عن كل ما يتعلق بالشركات التابعة للشركة القابضة. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا لمواصلة حوارنا مع دكتور مدحت نافع بعد لحظات قليلة. أهلا
بكم من جديد ونستكمل حوارنا بالدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية. دكتور مدحت أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. والحديث يطول عن الشركات التابعة، طبعا كلها شركات قوية ومهمة في السوق المصري، لكن في الفترة الأخيرة لاحظنا كثير من الأخبار المتضاربة ربما أو التي أثارت جدلا بخصوص شركة الحديد والصلب ورفضها العرض المقدم من الشركة الروسية. ممكن تشرح لنا كواليس هذا الموضوع؟ طيب خليني مبدئيا نتكلم عن زي ما بنتكلم عن قطاعات. قطاع الحديد والصلب في محافظتنا فيه اهتمام كبير جدا بيه. أذكر على سبيل المثال شركة الدلتا للصلب. الدلتا للصلب الآن بصدد مشروع تطوير على نصف مساحتها فقط من الأرض، سيتم مضاعفة إنتاجها 10 أضعاف سواء من المسابك المسبوكات أو من البيلتس. ده أوريدي هيبتدي الشغل فيه، يعني إنتاج البيلتس هيبدأ إن شاء الله بطاقة 250 ألف طن سنويا ابتداء من سبتمبر القادم. احنا ماشيين وفقا للجدول، ثم ستضاف إليه 250 أخرى، هيطلع إنتاجهم إلى 500 ألف صعودا من كام؟ من 50 ألف سنوي. وبتكنولوجيا أحدث وبتطور كبير للإندكشن. فهيبقى طالع ال 10 أضعاف من 50 إلى 500. ثم المسبوكات احنا بنسبك حاليا 1000 طن، هيتوقف المسبك عما قريب، وطرحنا بالفعل مناقصة في خلال 5 أيام سيكون إن شاء الله دخلت في لجنة البت عشان نعمل مسبك على مستوى عالمي جدا، يعني راقي جدا، لإنتاج 10,000 أو لسبك 10,000 طن من 1000. فده اهتمام. النصف الآخر تم بالفعل تجهيزه للتطوير العقاري من أجل أن يوفر سيولة تصلح للإنفاق ولتطوير هذا الصرح الكبير. ده الدلتا للصلب، وهي شركة يعني أقدم تاريخيا من الحديد والصلب، لأنها أنشئت سنة 47. الحديد والصلب المصريه الاهتمام بيها كبير جدا، وزي ما حضراتكم شايفين انا بتابعها حتى بشكل شخصي وبشكل يومي، والوزير نفسه بيتابعها بشكل شخصي وبشكل يومي. خلينا نقول ان احنا مرينا بمراحل كتيره جدا حتى نصل الى هذه المرحله. مراحل من عدد من المحاولات اللي كنا بنختبرها، كانت بتختبر هذه المحاولات على مدار عشرات السنين ثم يعلن عن فشلها. احنا في فتره قصيره جدا وفي اقل من عام اختبرنا كل ما كان يتردد، اختبرنا رصيد الخرده الذي كان معلن عنه بمجرد ان احنا عملنا تعاقد كبير لبيعها، بدا رصيد الخرده اقل كثيرا مما كان معلن عنه لمده سنوات. والناس فاكره كان فرق قد ايه تقريبا؟ كبير. الناس فاكره انها كانت نايمه على ارصده من الخرده. طبعا تم سرقه او يعني في شبهه سرقه خرده بالاف الاطنان، وتم ابلاغ النائب العام بهذا، لكن على مدار سنوات يعني الخرده كانت بتسرق عيانا بيانا في فتره الثوره مثلا عام 2011 بالالي بالرشات، كانوا ينزلوا العربيات وتسرق خرده. فكان الرصيد الخرده ده لم يكتشف بشكل فعلي الا لما قطعنا، في ناس طبعا كان في ريزيستنس جامده جدا، كان في مقاومه لو تذكري حضرتك، قطعنا وبدانا نبيع. فبدل ما كانت التقديرات بتقول ان احنا عندنا على الارض الظاهر على الارض حوالي 350 او 400 الف طن من الخرده، ما تم بيعه فعلا بعد التقطيع واكتشفنا ان هو لم يتعدى 15 الف طن. ده بان لما اتقطع واتباع واشتغل عليه المصنع كله وكان مصدر جيد للايرادات. لما فده مسار الديون مثلا، كان في تقديرات ان احنا مدونين للغاز مثلا بما لا يزيد عن مليار او مليار وشويه، لان طبعا حسابات الشركه في الدفاتر المكتوبه ان هي بتحاسب الغاز بسعر غير السعر الحكومي خالص، غير سعر الدوله. لما تمت التسويات بالفعل ظهرت المديونيه الحقيقيه، واصبحنا دلوقتي مديونين للغاز والكهرباء باكثر من او بما يقرب من 5 مليار جنيه. بس على الاقل اما يعني تعرفوا المعلومات الصحيحة طبعاً تقدر تعمل خطة عمل. طبعاً طبعاً. وهي دي أزمة المعلومات، إن إحنا بنقول ده أول حاجة كنت بقولها مشكلتي في حديد والصلب، أزمة المعلومات. إن إحنا كنا بنبني سيناريوهات والناس قبلينا بتبني سيناريوهات الحلول على معلومات خاطئة. لكن المديونية دي كبيرة. طبعاً الغاز. طبعاً طبعاً. وإحنا بنتكلم غاز وكهرباء، إحنا بنتكلم دلوقتي على إن إحنا بنحط الروشتة حطناها على أساس من المعلومات السليمة. بدأنا نتحرك على هذا الأساس. إيه البنود الثانية غير الخردة؟ تاتا ستيل لما حطت التقرير بتاعها 2014 ما تمش العمل عليه غير 2017، وبالتالي تاتا نفسها لما رجعنا لها 2018 قالت أنا محتاجة أعيد دراستي. لما عادت الدراسة قالت ما ينفعش ان احنا نقيم هذا العمل، ولا ينفعش حتى الارقام اللي هي كانت للاسف ساعتها مش مبهره، يعني ما ينفعش نعتمد عليه، يبقى لازم نختبر الافران. يلا شغل فرن 4 بالطاقه القصوى، شغلناه بالفعل
حاولنا نشغله كان بيفشل، من وده في حد ذاته كان نتيجه، يعني دي نتيجه مطلوبه انك تعمل ستريس تيست، فكان بيفشل لاسباب كتيره، مره المحولات، مره الفرن نفسه، مشكله كبيره، استهلاكنا من الطاقه اعلى من اي معدل عالمي. انا حسبته ورجعت وعملت دراسه بنفسي للوحدات الحراريه البريطانيه اللي احنا بنستخدمها في مصانعنا مقارنه بالمتوسطات العالميه، احنا اعلى بالاضعاف. يبقى عندنا مشكله كبيره جدا. ولذلك لما طرحنا الحل طرحناه في شكل ريفينيو شيرنج، احنا قلنا احنا ما نعرفش نقوم بالكلام ده لوحدنا، لان احنا ممكن نوفر السيوله ونضخها، لكن هتبقى كالعاده زي ما اتفقنا قبل كده بترمي مليارات وبتخرج بلا شيء. لكن احنا محتاجين الأسود. في السوق بالاسود محتاجين حد يبقى فعلا ويلنج وجاهز ان هو يضخ معانا اموال وفي نفس الوقت يشتغل معانا ويتحمل الريسك بتاع التشغيل. طرحنا الموضوع ده، وقبل ما نطرحه قعدنا مع عدد من الشركات، سيد الوزير شخصيا قعد معاهم وادالهم تصور وقال لهم لو عندكم فكر بديل على ان احنا بنطرحه ده يا ريت حد يتكلم او حد يقول لنا. الناس كلها كانت مجمعه على ان هذا السيناريو جيد وان احنا هنتقدم فيه. اللي تقدم عرض وحيد اللي هي شركه ميد بروم. الحقيقه العرض لما اتدرس من اللجنه، ولجنه مستقله مش يعني مش احنا اللي درسناه كشركه قابضه، يعني اللجنه اللي درسته، مبدئيا طلعت بان هو عرض اي بي سي بلس فاينانس، وبالتالي ده عقد مقاولات وليس عقد شراكه. ده لا يعيب الشركه، هي الشركه كانت شايفه ان هو ده النموذج الامثل ليها، لكن حقيقه الامر مش هو ده اللي احنا عايزينه، يعني ده شيء موارد، يعني اي مناقصه ممكن تنتهي هذه النهايه. وحتى لو ما كانتش انتهت هذه النهايه كان ربما هي مش مناقصه، هي دعوه، يعني دعوه للشراكه. لكن كان من الممكن جدا عدم الا نستريح الى فكره ان هناك عرض وحيد. صحيح. كان ممكن قوي حتى لو كان العرض ده ملائم، يعني لكنه يعني وفقا للجنه وراي اللجنه لم يكن ملائما. وبالتالي الان عدنا الى ما بنقولش بقى عدنا للمربع صفر زي ما الناس وزي ما كنا بنعمل زمان، لا، احنا ماشيين وفقا لخطه. الخطه دي كلما تم اختبار بديل والتيقن من أن هذا البديل لا يصلح ننتقل إلى البديل الآخر مباشرة. الآن نحن على بعد أيام من عرض تصور شامل ونهائي للتعامل مع هذا الملف. ما معنى هذا؟ أنه بتدعو أطراف أخرى للمشاركة في هذا المصنع بالفلسفة اللي بتطرحوها؟ تقصدين حضرتك في المرحلة القادمة؟ في المرحلة القادمة التركيز الأكبر على العناصر الحقيقية للقوة، يعني ما هي عناصرنا في إنتاج الأفران العالية؟ عناصر قوتنا، احنا لدينا ميزة نسبية ان احنا الشركة الوحيدة التي تنتج بتكنولوجيا البلاست فيرنس الفرن العالي، لكن هذه الميزة مقترنة بحاجتين، ان يبقى عندي فحم وانا ما عنديش في مصر فحم، انا بستورد الفحم وشركه الكوك بتستورده باسعار غاليه جدا، حاليا بقى تقريبا بتكلفه البلت اللي بيطلعها حد الصوت، فيعني اصبح ده في حد ذاته شيء غير اقتصادي. فبيكوك ويبيع، احسن له انه يصدر، والا انا هبقى بضر كمان شركه الكوك، وده اللي انا بحاول افصله دلوقتي. شركه الكوك بتؤدي بشكل جيد وعندها التزامات وعندها بطاريه جديده بمشروع 150 مليون دولار، هو الاكبر بين الدولتين بين مصر واوكرانيا. الان نحن نريد ان نحافظ على هذا المشروع، حتى البنوك بتشترط هذا، انها ما تقعدش تدي كوك ببلاش لحد الصوت زي ما كان بيحصل زمان. فهي كانت بتاخد الكوك ببلاش، دي برضو من الحاجات القديمه، المعلومات المتصوره خدها ببلاش او على النوته، وفي الاخر المديونيه زادت عن 400 مليون لصالح الكوك، هي المديونيه الاكبر لغير الكهرباء والغاز. ثم الخامه بقى نفسها، الخامه صحيح لدينا رصيد في الواحات في منجم الجديده تحديدا، الرصيد بس التركيزات منخفضه 51% الى 52% على الاكثر من الحديد. ثانيا فيها مشاكل، يعني فيها سيليكا، فيها فوسفور، الحاجات دي كلها الفوسفورس والسيليكا لما تزيد في الخام او في المعدن تعمل مشاكل، فبالتالي محتاجين قدر من البنفيشيشن او التركيز والتحسين للخام. فدي عناصر، العناصر المفروض نبني عليها. احنا عندنا ميزه نسبيه في الخامات، يبقى ممكن ان احنا نركز في المناطق اللي لنا فيها ميزه نسبيه. عندنا رصيد من الاراضي غير المستغله نركز فيها، عندنا بقى رصيد من الخرده غير الخرده اللي كان معلن عنها، من خطوط انتاج مثلا لا تعمل وقديمه جدا وباليه، يمكن ايضا ان تستغل لصالح الشركه ولصالح الدوله، لان في الاخر هي مشكله الدوله. يعني حضرتك لما شركه تخسر سنويا مليار جنيه، فده معناه ان المواطن العادي احنا 100 مليون كل واحد بيدفع من جيبه كده 10 جنيه للشركه دي ويلنجلي. هل ده حقيقي؟ هل انت حضرتك بتدفعيها وانت عارفه انك بتدفعيها؟ لا طبعا. طيب، لكن انتم تدرسون بدائل للعروض المقدمه او للعرض المقدم الوحيد من الشركه الروسيه؟ بدائل، بدائل للتعامل مع ملف الشركه ككل من اجل ان تطور، يتم تطويرها. لكن كيف تطور؟ في صيغه الريفينيو شيرنج او مشاركه مش الارباح، ممكن ممكن يبقى فيها الصيغه دي، وممكن ولا ممكن تتباع تماما، وممكن تبقى لا مش تتباع، لكن ممكن يبقى بالتكامل مع مشروعات اخرى. يعني ممكن نفكر
هيعلن قريبا جدا عن سكيما او عن تصور لاهم المزايا النسبيه اللي ممكن استغلالها. ده حاليا يعني رهن البلوره النهائيه، وسيعلن عنه قريبا جدا، يعني يمكن في وقت يعني واحنا بنتكلم ممكن يكون خلاص يعني بنكتب الصيغه النهائيه. ممتاز. وحضرتك بتتكلم من لحظات عن المديونيه الخاصه بالشركات، ذكرت انه الشريحه الاكبر للطاقه، في ايه مديونيات ثانيه؟ اهم المديونيات والاجمالي طبعا بالنسبه للحديد والصلب. بالنسبه للشركات، للشركات لا، هي اكثر الشركات مديونيه هي الحديد والصلب، الشركات الاخرى ما عليهاش مديونيات تذكر، وكلها الحقيقه تم تسويتها بشكل جيد. احنا الشركه القابضه الوحيده على فكره اللي عامله تسويه مع الضرايب كامله، يعني لينا فلوس عند الضرايب، عندنا مخلصات ولينا فلوس. مستنيين عليها؟ لا، ما هي طبعا ما حدش يقدر يستعجل الضرايب، لكن الحمد لله ما فيش علينا فلوس الضرايب، لكن علينا مديونيه تاريخيه في عمليه تسويه قديمه 2.9 مليار لبنك الاستثمار القومي، كان المتفق انها تتم من 2007، كان متفق انها تتم ديت ايكويتي سواب. وانا الحقيقه اللي مشيت الموضوع ده حاليا كان دايما متساب، وكان البنك الاستثمار بيحصل على نوع من انواع الايراد من الماليه، الان هو يطالب بحقه في هذه الحصه، فاحنا قلنا له هنعمل تقييم جاري الان، تقييم قيمه عادله لسهم الشركه القابضه من اجل ان يدخل بها بنك الاستثمار القومي. خلينا ننتقل لموضوع اخر مرينا عليه سريعا، موضوع الطروحات الحكوميه. من وجهه نظرك ايه الشركات الاكثر ملائمه للطرح حاليا في البورصه المصريه؟ اهم حاجه ان تكون الشركه مستقره وعندها قدره على الاستدامه، يعني مساله الربحيه من عدمها دي طالما ان الشركه قادره على الاستدامه بتبقى مساله هامشيه، يعني طبعا من ضمن شروط القيد انها تكون محققه لارباح وفتره قصيره وتقيد لاول مره، لكن اعتقد ان فرص الشركه في ان تحقق الاستدامه في ملفها وان المنتج بتاعها مطلوب بشكل او باخر وانها تتغلب تباعا عن الصعوبات اللي بتقابلها ده شيء مهم. الشركات بتاعتنا كلها ودون تحيز تتسم بهذه السمة، باستثناء بعض الشركات اللي بنقول ان احنا في مرحله عدم يقين، واول ما بنوصل لمرحله اليقين من ان تطويرها مثلا بالشكل اللي احنا ماشيين عليه ده مش مناسب يجب ان ننظر بشكل اخر. في المرحله دي ما نقدرش نطرحها للجمهور، يعني لكن ما اقدرش اخلي الاكثر المؤهله بشكل اكثر لان تكون موجوده. وجهه نظري اعتقد الزجاج والبلور يمكن طرحها بشكل يعني سريع في وقت قريب جدا، ممكن تطرح منها حصه وهتبقى شركه جيده وواعده. السبائك الحديديه ممكن ايضا، اي نعم في تحديات في سعر المعدن وفي الكهرباء ايضا، لكنها اقل حده من او اخف حده من الالومنيوم. النصر للتعدين يمكن ان تطرح، وهي شركه برضو شركات المجال التعدين في حد ذاته مجال مهم جدا ومؤثر ومغري جدا وخصوصا تعدين الفوسفات اللي بتشتغل فيه شركاتنا، ولدينا داون ستريم بقى شغالين فيه بس مع شركات مشتركه زي الماليه والصناعيه اللي بنمتلك فيها حصه، والسويس للاسمده اللي بنمتلك فيها حصه، عندنا حلوان الاسمده لكنها ليست اسمده فوسفاتيه. الشغل في احنا بنحاول دايما زي ما حضرتك شايفه يبقى فيه فاليو تشين، بنحاول ان احنا حتى لو مش بشكل مباشر بننزل للداون ستريم او بننزل للقيمه المضافه او الصناعات ذات قيمه مضافه، ان يكون لينا حصص في شركات بتقوم بهذا الدور. عملية التصدير للخام مش محبذة لدينا، ما بنحبش نتجه إلى هذا، بنحب دايما أن احنا نوفر قيمة مضافة سواء لإحلال محل الواردات أو للتصدير، ده هدفنا الأساسي. هكلم حضرتك يعني بصفتك يعني رجل اقتصاد ورجل مال، وفي بعض الآراء اللي بتطرح من صناع السوق انه لماذا دائما نسبة من الشركات المملوكة للدولة نسبة بسيطة هي اللي تطرح في البورصة، ليه ما تطرحش كلها او على الاقل النسبة الاكبر؟ هو دائما هناك هاجس في عملية الادارة، يعني مسألة ان ما عنديش مستثمر استراتيجي وان انا بطرح كله للريتيل، ده مؤثر، يعني ده معناه ان انا ببقى عايز تمويل وخلاص، مش عايز حد يشاركني في ده، مش عايز حد معايا على البورد يدير معايا. وللاسف لما كانت بتعلو النداءات لان يكون في شريك استراتيجي في بعض الشركات، هناك برضه مقاومه كبيره احيانا، ويعلو مثلا تعلو الصيحات المناداه بعدم البيع وعدم التفريط وما الى ذلك. وبالتالي ربما اتجه البعض الى ان يمسك العصا من المنتصف،
يعني احنا هل محتاجين نوسع تستقيم الملكية. الأمور هكذا؟ لأنه من أفضل الشركات أداءً على المستوى العالمي هي الشركات المطروحة بالكامل في البورصات يعني. هو لازم يكون لها صاحب، يعني حتى لو هي الفري فلوت بتاعها كبير جدا. احنا عندنا سي اي بي مثلا من البنوك المصريه الفري فلوت بتاعها عالي جدا، لكن معروف الاونر بتاعه، معروف الاونر شيب، معروف الملكيه اللي تقدر تدير. ففكره ان احنا للاسف برضو دور الصناديق ودور الانفستور اللي مش الريتيل بقى، اللي هو المؤسسات، عندنا مش دايما بيبقى بارز قوي في تعاملات البورصه. ده ممكن يعمل قلق، لان انت لو نزلت الشركات للمساهم العادي دون ان يكون هناك حصه حاكمه، مش لازم طبعا فوق ال 50% زي ما الناس متصوره، وانما حصه مؤثره تسمح بان يكون الشركه دي ليها صاحب، بيبقى فيه مشكله. كلما كانت الشركات اكثر استقرارا وطبعا رسوخا، وكلما كانت البورصات اكثر نضجا، كلما كانت اكثر استيعابا لفكره الفري فلوت الواسع. احنا بنمشي في السكه. فكره برضو ان انا بطرح جزء حتى لو مش هيبقى قاعد معايا على البورد، لكن بزود فرصه ان يبقى عندي حوكمه، بزود فرصه الافصاح والشفافيه، بزود اهتمام الببليك انترست بيها، كل ده مهم. كل دي حاجات بتضاف احسن بكتير من انها تبقى شركه مغلقه ومحدش عارف عنها حاجه. أحب أستعرض مع حضرتك في النهاية آخر ما يتم في المشروع الكبير، مشروع إدارة الموارد أو الـ ERP. ايوه، الحقيقه احنا بثقه معالي الوزير في الشركه القابضة للصناعات المعدنيه اولانا ثقه ان احنا ندير هذا المشروع بالتعاون طبعا مع طاقم الوزاره، وهو اننا بنحاول الاتمته كما يطلق هذا اللفظ احيانا لا استسيغه لكنه يستخدم كثيرا، او التحول الى يعني الصيغه الرقميه في كثير من الامور التي نتعامل فيها مع الموارد، يعني مع اداره او الموارد رقمنه او الرقمنه، التحول الرقمي، خلينا التحول الرقمي افضل. احنا بنقول ان احنا عايزين نروح لأنظمة للتعامل مع التكاليف تكون جيدة، التعامل مع ودي كانت عندنا مشكلة كبيرة فيها، وده برضو بيرجعنا لأزمة المعلومات اللي قلنا عليها قبل كده، التكاليف، الموارد البشرية، الأنظمة المتعلقة بالأوبريشنز بالعمليات، الأنظمة المتعلقة بالأمور المالية، كل هذه الأمور يتم عملها من خلال أنظمة محترمة جدا. كان معانا شركة PwC كاستشاري، وبالفعل هي دلوقتي بتطرح احنا في المرحلة الثانية اللي بندخل فيها الديفلوبرز بقى، اللي هي الشركات المطورة، واللي هيبقى من أكبر المشروعات اللي اتعملت في مصر إنها تشتغل في وقت واحد على ما يزيد عن 70 شركة، مش ال 120 شركة داخلين معانا، طبعا اخترنا منهم ال 70 الأكثر استعدادا والأكثر إضافة وتمثيلا لقطاعات مختلفة. فالمشروع ده هيبقى كبير وهيبقى مؤثر جدا، العائد المباشر وغير المباشر والتكلفة اللي غير المباشرة اللي حضرتك اتكلمتي عنها هنلمسه بشكل كبير جدا بعد التحول الرقمي اللي بنتكلم عنه. احنا بنتطلع لده ودائما بنسعد بوجود حضرتك معنا في مال واعمال، وبنستفيد كثيرا من كل المعلومات التي تطرحها، واكيد في جهد واضح للجميع بشان الشركه القابضه. شكرا جزيلا لك. العفو، انا اللي بسعد، واكيد الشغل ده لا يمكن يظهر ابدا الا بجهود محترمه واعلام نزيه زي اعلام حضراتكم. شكرا دكتور مدحت نافع رئيس الشركه القابضه للصناعات المعدنيه. مشاهدينا الكرام، أشكركم جزيلا على المتابعة، وأرجو أن تكونوا استفدتم من كل المعلومات التي طرحها الدكتور مدحت نافع في هذا اللقاء المهم. شكرا مرة أخرى، ونراكم دائما على كل خير.